السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبلة الجمعة 24/5/1442 بعد هطول الأمطار البارح، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نوريكم الضلع ما شاء الله كيف تطلع من بعيد. نبدأ بضلع الرشاوية، هذا الرشاوية وهذولي ما أدري شو اسمهن، وهذا الضليع أو السني فلسي ود اللي نحطه مهارية، اللي يطلع من ليلة وبيروح لرشاوية يخليه على يساره، وهذا أبو جراد، وهذولي البيضتين، وهذولي بالترتيب يعني من الجهة اليمنى اللي هو الزويتي والعثمانيات والسمنة. طيب بعد هذولي مدري شو اسمهن، وبعدين نجي للنشانيش، النشاش وشانيش زين، وبعدين نجي ل جمران. ما شاء الله تبارك الله، مناظر خلابة.